الطبيعي وكنعرفوا اليوم ولا واحد الاقبال كبير على هذه العلاجات الطبيعيه، ولاو بزاف ديال الناس كيتوجهوا لمجموعه من لي ثيرابي، كيتوجهوا لاستعمال مجموعه من الزيوت الاساسيه في علاج مجموعه من الامراض بحال الزكام، بحال مجموعه من الامراض اللي كتكون بعض المرات ما كاينش علاش اننا نمشيو مثلا مجموعه من الادويه. غير هو بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شكون هما هاد المعالجين الطبيعيين، شنو هما الدبلومات اللي خصهم يكونوا عندهم، فين غادي نلقاو هاد المعالجين الطبيعيين اللي غادي يكون مرخص لهم انهم يزاولوا هاد المهنه ديالهم. وهذا هو سؤالنا ليك اليوم لاله منى، باش نوجهوا. حنا دائما كنوصيو الناس وكنعطيو مجموعه من النصائح في هذا الجانب ديال العلاج الطبيعي، ولكن خصنا ايضا نوريهم شكون هما ولا كيفاش يختاروا هاد الناس اللي غادي يمشيو عندهم. باش نبداو لاله منى، الوغ اول حاجه نعطي واحد التعريف للناتوروباتي اللي هي معروفه عندنا بالعلاج الطبيعي. الناتوروباتي هي واحد اللي بغينا نقولوا برونش او لا ديسيبلين كتجمع لينا بزاف ديال لي ديسيبلين اللي هما طبيعيين، يعني الطرق كتجمع لينا بزاف الطرق ديال العلاج اللي كتؤدي للعلاج الطبيعي. بالضروره ان ناتوروبات يكون داير بزاف الحوايج، بحال باغ اكزومبل واحد المتبع الدراسه ديالو كيبداها من اتلزيت، دونك كيكون عنده بزاف لي ديسيبلين، بزاف الطرق ديال العلاج يكون عارفهم، لان ما يمكنش نسميه ناتوروبات الا ما كانش مثلا كيدير كما كنقولوا المتابعه من اتلزيت مع الناس. نعم، غير باش نفرقوا، اول حاجه نبداو بها لاله منى هو نفرقوا ما بين ناتوروبات وعشاب. هادو جوج ديال المسائل خصنا اولا نبداو بالتفريقه بيناتهم. ديجا ناتوروبات ماشي هي عشاب ولا كيدير كيعطي الزيوت ولا هذه خصنا نصححوها. ان ناتوروبات سي ان كونسيي دو سونتي، هو انسان اللي كيعطيك نصائح في الصحه، نصائح طرق للعلاج، حوايج اللي كيكون فريمون كيدرسهم مزيان، ماشي غير الاعشاب. داكوغ، الوغ عشاب كما قلتي مثلا عشاب الا خديناها بالمعنى ديالنا، عشاب هو اللي غنمشيو نلقاو عنده بزاف د العشوب وكينصحنا بهم تيبيعهم. الوغ ما عرفش من الناحيه القانونيه كيفاش مخوذ عندنا في المغرب، مي كنعرف بان هذاك العشاب يقدر يعطيني نصائح، كم يقدر يكون عنده الحق يقدر يكون ما عندوش الحق. ثاني حاجه الاعشاب اللي هما عنده، واش بصح نيت احترموا معايير ديال التخزين وديال بزاف د الحوايج او لا لا، دونك هذا حوايج اخرين كاين بزاف الناس اللي مؤهلين هما اللي خصهم يراقبوا هذا الشيء. اما بالنسبه للناتوروبات لو تيرم ديال معالج طبيعي كما كنقولوا حنا او لا ناتوروبات ولا كونسيي دو سونتي كنهضروا عليه، خصو يكون عنده كيشمل بزاف لي ديسيبلين خصو يتميز بهم ولا يكون قاريهم. ان ناتوروبات ما كيتسماش ناتوروبات بالمره الا ما كانش عنده اول حاجه هي الكراد الاولى ان ديبلوم دو ناتوروبات. لو ديبلوم دو ناتوروبات او لا معالج طبيعي ما عندناش في المغرب. الوغ كنهضر على لي ناتوروبات القدام، مي دابا كاينين دي زيكول كيدرسوا هاد لي ماتيير وتيكون دائما اون بارتناريا مع دي زيكول ولا دي زونيفرسيتي من برات المغرب. دونك حنا كنقريوها وي، ولكن الشهادات اللي تتخذ هنايا هي شهادات جايه من برا، يعني المرافقه او الدراسه اللي تتكون كتكون هنا. الوغ خصني هاد الانسان غنمشي عنده معالج طبيعي ما يكونش كما قلتي كيدير غير عشاب مثلا ولا غير واحد معروف بالحجامه كيمشي عنده كيقول ناتوروبات. انا كتقلقني ملي كنسمع شي واحد كيسمي واحد اخر ناتوروبات، بحال كتمشي عند مثلا واحد كيدير ان ماساج ولا كينه وتتقول له غنمشي عند الطبيب ديالي. الوغ خصنا نسميو الاسماء بمسمياتها، نعتو الناس بالحوايج اللي قراهم ولا بالمهمه ديالو ولا المهنه ديالو. الوغ ناتوروبات اول حاجه خاص يكون دارها هي الاناتومي، الا ما كانش ميدسان بيان سور خاص يكون دير الاناتومي. الاناتومي هي كتعرف على اعضاء الجسم كلها من ا تزد، يعني ملي غتجي عندو غتقول له تيضرني جنبي هنا ما يقولكش اه يمكن البرد ولا يمكن، كيكون عارف لورغان اللي كاين. راه هنا كاين لو فوا الكبد، هنا لتحت اسفل الظهر يمكن يجيو الالم ديال المراره، كيكون عارف لو كور. ملي كنكونوا عارفين اعضاء الجسم كاملين الداخلي والخارجي هنا كيسهل علينا الماموريه. بالتالي هادشي بوندون الدراسات ديالو، بالتالي كياخذ مثلا التغذيه الصحيه لا نوتري ثيرابي او للعلاج بالتغذية. هادو معايير خصو يتميز بهم لو ناتوروبات ويكون كيعرفهم. لا نوتريسيون يعني التغذية ضروري كيكون دايرها، ما كنهضروش على لا ديتيتيك ولا لا نوتريسيون، مي بلوس سي لا نوتري ثيرابي يعني التداوي بالتغذية. يعني عنده هاد المرض شنو هما انواع الأغذية اللي ما خصوش ياخذها، ولا عنده هاد المرض شنو هما لي زاليمون او الأغذية وكيمكن له انه يعطي دي كومبليمون اليمونتيغ. يعني بحال الا مشيتي عند فارماسيان عطيتيه لا ليست لوردونونس ديال الأدوية اللي عطيها الطبيب كيعطيها لك. الوغ سي باغي ان ناتوروبات يمكن له يعطي دي كومبليمون اليمونتيغ، لا فيتامين سي، الماني بي 6، يعطي باغ اكزومبل لو فير، يعطيك شي حوايج اللي في سوا ناتشورال سوا اعشاب معبأة كتباع في لي فارماسي ولا في لي باغا. دونك هو اهل لهاد الثقة وخصو يكون دارس هادشي.
كنجيو في التالي كندوزو لا فيتوثيرابي اللي هي لي بلانط ميديسينال. لو ناتوروبات خاصو يكون درس لي بلانط على الاقل على الاقل تكون عنده في الباجاج ديالو هو واحد 1000 عشبه اللي قاريها كيبدا بالاعشاب ديال بلادو لي بلانط اللي كيتزرعوا في بلادنا وابخي كيدوز لي بلانط اللي هما معروفين عالميا يمكن ما كنتفرجش عليهم كيعرف المعايير المقاييس شحال نعطي كيفاش لي كونديسيون دو كونسيرفاسيون لي دوز اللي غنعطي الناس هاد العشبه تضر ولا ما تضرش دونك كيكون هيربوريست اوسي دونك هضرنا على لاناتومي هضرنا على لا نوتريسيون كيكون نوتريسيونيست اوسي تيكون هيربوريست والهيربوريست هنا تيكونوا اربيس لي فارماسيان ملي كيكونوا داروا فورماسيون في لا فيتو. Alors, quand nous avons aussi l'aromathérapie, là, on a les plantes, la phyto, quand nous avons l'aromathérapie, il y a des tadawib zeus. Mais quand nous avons le zeus, c'est que j'ai le HB. Donc, il y a HB, ou la plante médicinale, c'est que nous avons le zeus, la distillation, c'est que nous avons le zeus, tabiria, quand nous avons le zeus. Donc, il y a un arf aussi, il faut que nous avons le zeus, il y a le HB, ou les doses d'yolum. دونك هنا فتنا هاد لي كونساي كلهم كيبقاو دي كونساي اللي كنصحو بهم الناس واش يستعملو شنو ما يستعملوش. الوغ كندوزو اوسي لواحد البرانش اخرى اللي كتكون اختصاص اوسي سي لي ديسيبلين اللي كيدارو تكنيك كنسميهم تكنيك يعني حوايج اللي تنداو بهم ولا تنكوريجيو بهم لي زانومالي. هنا كيتعددوا المدارس وكيتعددوا المهم انا ناتوروباط ضروري خصو يكون كيدير لو كابينغ ثيرابي سكون ابل حجامه ميديكال كيكون يقدر يدير لو سوجوك ثيرابي او لا ريفلكسولوجي بلانتير لان حاجه ملموسه يمكن كيجي عندي شي واحد في اون دولور ما غنتسناش نقول له سير للدار خذ ليك هاد العشبه ولا خذ لك هاد الزيت ولا خاصني ان تروك اللي هو اورجون اللي نقدر نقاد ليه به لو بروبليم اللي عنده بيسكو سي ان بلوكاج او نيفو دو لينيرجي دونك غنجي ليدو باغ اكزومبل يقول لي عندي ان بروبليم لا ميغرين قتلاتني عييت بالدواء ما كنعش دونك كنمشيو للبوان ديال لا تيت اللي ليه مع مثلا المسران مع بزاف د الحوايج عارف كنكوريجيهم. الوغ هي دي نفعتني لو سوجوك اي ابخي كيكون خصو يدير باغ اكزومبل في لي زيكول سوا فرنسا لا فرانس كندا اوسي كيعتمدوا على لوريكولوثيرابي في العلاج دونك حتى هي اون ديسيبلين. الا كنا كنهضروا باغ اكزومبل على لا سويس دنمارك الاسبان هادو كيعتمدوا على لا ريفلكسولوجي بلانتير يعني الخريجين ديال هاد المدارس ديال ناتوروباتي كتلقى عندهم لا ريفلكسولوجي. كنشوفوا ان كاين مجموعه من التخصصات في هاد في واحد الحاجه اللي هي كتجمعهم اللي هي لا ناتوروباتي على ما ان الناس هادو قراوهم سي اختصاص اللي كيجي من برا دونك هاد الحاجه اللي ما عندناش حنا كنقولوا ملي غتمشي عند هاد الناتوروبات شنو خصو يكون عنده. الوغ كنحضر الناس اللي غيمشيو غيمشي عند واحد غيقول له انا عطيك لي بلونط هما اللي كنعطي انايا مثلا هنا ماشي ناتوروباط ناتوروباط خاص ندخل عنده تكون عنده اون تكنيك اللي كيميتريزيها اللي غينفعني بها سوغ بلاص. الوغ ملي كنديرو سوجوك لوريكولو كاين اوسي لاكوبونكتور هذيك سمحتي منى غادي نوقفك غير باش حتى الناس نعطيوهم دي زاستوس باش يمكن لهم يديتيكتيو واحد لو ناتوروباط مزيان اولا مزيان واش فعلا ناتوروباط اولا لا واش في التشخيص ديال كل حاله مثلا كيجي واحد الانسان كيعاني مثلا واحد الالم عضلي باغ اكزومبل اولا شي حاجه نقدروا نقترحوا عليه مجموعه من العلاجات الطبيعيه. هنا في التشخيص واش كاين شي تشخيص معين عند الناتوروباط اولا غير بالعين يقدر يعطيك باغ اكزومبل شنو المصلح كاينين بزاف الحوايج. اول حاجه ملي كيدخل عندك ان كونسلتون انسان اللي كيعاني من شي حاجه كيدخل عند الناتوروباط اول حاجه كيكون ان كيسيونير كاين بزاف اللي كيعتمدوا على لو كيسيونير كيسولك طريقه العيش ديالك مهم هادشي بزاف لان باش تقدر توصل للانسان تعرف مشكل الصحه ديالو منين جاي واش كياخذ شي دواء ولا لا واش عنده شي مرض ولا لا المرضي اللي عنده الامراض اللي هي مثلا عندهم اللي عندهم في العائله دونك كتكون وراثيه شنو هي عند الوالدين تنوصلوا حتى الوالدين عرفوا شنو عندهم الا كان عنده ديزاناليز مثلا تحاليل طبيه كيجيو مع مخاص لو ناتوروباط يعرف يقراهم اللي ما يعرفش يقرا لنا ديزاناليز سي با زان ناتوروباط دونك يكون عارف اكزاكتومون شنو عندي وشنو ما عنديش يقدر يعطيه ميم لي زاناليز اللي غيديرهم اللي غيحتاجهم. الوغ كيعرف الامراض اللي عنده ونوع الادويه اللي كياخذ العيشه ديالو كيفاش دايره مزوج ما مزوج عنده وليدات لاج ديالو كيفاش كيعيش نوع الخدمه ديالو الربح ديالو لانه مهم بزاف مثلا كتعرف الانسان واش كاين تفاصيل كامله لانه كيولي صديق العائله سي ان كونسي دو سونتي يعطيك نصائح كاملين ما يعتمد يعتمد على شي حاجه اللي هي صحيحه باش يقدر يعطيك شي حوايج. الوغ هنايا تعرف على اهله هنا في التالي كندوزو لواحد المساله اللي هي مهمه هي لو دياغنوستيك
او لو بيلون دو فيتاليتي خص يكون عندي واحد لوتي باش غنخدم ان بيلون سي با توجور دابري شنو سمعت من الانسان لان كاين بزاف الناس ما عارفينش الامراض اللي عندهم ما كيعرفش يعبر على الحاله اللي عنده الوغ هنا شنو كيطرا كنوليو كنخصنا اون تكنيك لا تكنيك اللي كيكون كاريمون ياس منا العلاج بعض المرات ما كيبغيش كاريمون يقول هذاك لو ناتوروبات راه عنده واحد المرض اللي كيتعالج عليه باش لو ناتوروبات يدير ليه العلاج مثلا وقضيه مهمه بغيت نحاول انا نهضر عليها هي ماشي تا كان مرضو تا كان يأسو من الأدوية ولكن هنا الناتوروباتي أصلا دارت ولا فين عرفوها الناس من بكري سي كنقولو كنمشيو ليها قبل ما سي لاغ دو فيفغ فن العيش بصحة جيدة يعني خصني قبل ما نمشي أنا نمرض ولا هذا خصني نعرف كيفاش نعيش كيفاش شحال خصني الناس شحال خصني شنو اللي خصني ندير كوم سبور بالنسبة لي أنا مثلا بالنسبة لاج ديالي بالنسبة لوليداتي كيسكو جو دوا إيفيتي في حياتي شنو خصني ناكل شنو مخصنيش ناكل دونك بزاف الحوايج ناخذهم قبل ما نمرض ألوغ هنا كيما نرجعو للناتوروبات باش نعرفوه اكزاكتومون اول حاجه اللي كنسقسي عليها دائما لي ديبلوم ديالو قبل ما ندخلوا عند هذا الانسان عرفناه مثلا مروان قلتي لي زينب سي ناتوروبات سيري اللي عندها ما كنعرفهاش فاش غنمشي عندها المحل ديالها اولا الكابين فين تتزاول المهنه ديالها كاين واحد لافيش كاين واحد لاباتونت كاين واحد هادو خصني نتاكد منهم بزاف الناس يدخلوا الديور تيدخلوا لواحد الحانوت ما عرفتش كيبيع العشب ولا كيدخل عنده كيقول له دخل داخل غادي كونسولتيك هادشي خصنا نردوا ليه البال لان اي واحد مرخص يا اما كيكون كيني كيكون عط الله المهام مي انا كنشوف على دخله ديال الباب كاين واحد البانكارت اولا لافيتا كتكتب فيها اسم الشخص اولا اسم العياده ديالو اولا اسم لو سونتر ديالو كما كنقولوا سميتو كتدخل كتلقى لاباتونت هادو من حقي انني نعرفهم وفي التالي كنقدر نوصل ليه جونتيمون نسولو الله يخليك وعندك لي ديبلوم اللي خديتي هذا صافي با دونك ماشي سي با ميشون نسول هذاك لو ناتوروبات الله يخليك فين قريتي شنو درتي هادو اسئله كنتعرضوا لهم دائما كاريمون عندهم كاريمون لي ديبلوم ديالهم نورمالمون اللي كنعرفوا راه كيكونوا افيشي بحال الاغلبيه ديال الاطباء حتى هما كتدخل عندهم كتلقى لي ديبلوم ديالو افيشي في الكابين دونك هذا الناس اللي ريغلو كي بغينا نقولوا اكزاكتومون فوالا دونك منين هذه الخطوه اللي خصها تخدم في الاول نعرف راسي فين غادي فين ندخل ماشي نجيش و ندخل و ناخذ هذه هادو زعما الحوايج اللي باينين على برا اللي باين لنا في التالي بوندون لا الكونسلطاسيون هو معايا راه غادي نعرف الاسئله كيسولني كيكونوا في محلهم بوندون لو بيلون اللي كيدار بهاد لي تكنيك باغ اكزومبل بلو ريكولو عبر غير عبر الاذن مثلا يمكن لينا ان نعرفوا لي زانومالي اللي كاينين في لو كور كاملين يمكن لو ناتوروبات يطلع لك المشاكل الصحه ديالك كامل يعرف الالم ديالك دونك هادشي كيكونفيرمي لك ملي كتبدا تخدم معاه يبدا يقول لك عندك مشكل في الركبه ديالك كتحرك كتالمك كتقول له عندك الام في النيفو ديال الظهر لا كولون فيرتيبرال ال5 سي سي كيبدا كيشرح لك هذاك شي حوايج تلقاهم انا ايفيكتيفمون كاينين هذا سي ان بيلون اللي كيدار كنعرف بصح نيت ان هذاك الانسان راه ديجا خدا معايا نص الحوايج اللي ما عارفهمش انا ولا عارفهم انا وما قالهمش ليه قدر انه يتوصل ليهم الوغ هنا راه دار خدمته وفي التالي مع لي سيونس اللي كيداروا لو ناتوروبات كيختار عدد الحصص كنشوفوا الحصص ديالو في الاول واش كتكون ان اميليوراسيون يعني تحسن في الحاله ولا لا هادشي كلشي كيبين لينا مدى التفوق اولا الخبره ديال هذاك لو ناتوروبات اولا المعالج الطبيعي اللي لجات ليه نعم لاله منى وهادشي المعلومات كامله اللي قدمتي لينا كتبين بلي العلاج الطبيعي يعني بحر ديال المعلومات بحر ديال التقنيات بحر ديال الدراسات اللي كيخلينا نعرفوا بلي العلاج الطبيعي راه كاين وحاضر بقوه وبلي الناس ولاو كيعرفوه الناس ولاو كيتجهوا ليه بغي نقول لك لاله منى كيفاش الشخص يقول بلي انا محتاج العلاج الطبيعي امتى يقدر يقول بلي انا محتاج شي معالج طبيعي اللي يداويني مهم هذا السؤال بزاف الناس كيتسالوا كيقول لك امتى خصني نمشي واش خصني نمشي دابا ولا نسبق طبيب ولا سان غيان افوار طب طريق ولا التريتمون ناتورال طريق كيف ما ذكرت العلاج الطبيعي هو وقايه وقايه هو واحد العاده يوميه اللي خصني نكون عايش بها طريقه العيش حنا خصنا نسولو على روسنا شو عندنا ناتوروبات وانا ما عندي والو عشان انا نقول لك عندي ان شي سوسي في الصحه ما عندي وليداتي بغيت نعرف كيفاش نقدر نتعامل معاهم شحال السوايع خصهم حيت الا جينا ناخذ هذا الكم ديال المعلومات راه خصنا نمشيو الا ما كانش ناتوروبات خصنا نمشيو عند طبيب خصنا نمشيو عند نيوتريسيونيست خصنا نمشيو عند كوتش سبورتيف خصنا نمشيو عند ان كوتش دو فامي خصنا نمشيو عند بزاف التخصصات باش نوصلوا للمعلومه اللي يمكن ناتوروبات يعطيها لنا كنعرفوا ان الطبيب ما يمكنلوش انه يدير بزاف الحوايج راه ما يمكنلوش يدخل كاينين اطباء وكنحترمهم من هذا المنبر كنقول لهم تبارك الله عليهم ملي كنعرفهم كيوصلوا لانه كيتحتس مع لو باسيون ديالو كيعرف الحاله ديالو الا عنده ولا ما عندوش واش يعطي هاد لي غاديو ولا لا الا كان عنده الامكانيات كيمشي معاه بعيد دونك كاين مي كاينين اطباء الله يكون في العون لان الوقت عنده مزاحم كاين الاختصاص ديالو لا غير كاينين اطباء اللي مشاو وتزادوا دي فورماسيون تاعهم
في العلاج الطبيعي وبزاف ديال الحوايج باش يكمل لا فورماسيون اللي هما اطباء وخصهم مشاو في العلاج الطبيعي لان عارف هو الاصل هو اللي غادي ينفع بزاف الناس. الوغ هنايا كما قلنا الطبيب ما يمكنلوش انه يهضر على كل شيء، دونك حنا واضحين في هذا الشيء. ما يمكنش مشي عند جينيكولوج اللي غيهضر معاك على الحمل ولا غيشوف الحاله ديال وغتهضر معاه على مثلا وليداتك الاخرين كيفاش نتعامل معاهم، وهاد الوليد جاي ولدي كبير عنده 3 ans دابا انا حبله شنو غادي ندير. دونك سا ياكل ناتوروباط يعني كنقول للناس العلاج الطبيعي ماشي هو الدواء واللي غنقدر خصني ناخذو امتى ناخذو، نو العلاج الطبيعي هو طريقه عيش كلها. انا ناتوروباط هو واحد اللي غيعطيني بزاف المعلومات على حياتي اون جينيرال وعلى الحاله الصحيه ديالي قبل ما نمرض وقبل ما نعاني اصلا بزاف الامراض.